يزيد أبو صابون فاعل جمعوي، اليوم استمتعنا بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله بمناسبة الذكرى 20 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلاف الميامين. نحن نتواجد دائما بعمالة المحمدية، احنا جد مسرورين بهذا الخطاب لأنه يعتبر خطاب مميز، لأنه يتزامن مع الذكرى 20 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلاف الميامين. هذا الخطاب أشهد به صاحب الجلالة بجميع الإنجازات التي حققت في المغرب، خاصة منذ 20 سنة على تربع جلالته على عرش أسلاف الميامين، خاصة بالأوراش الكبرى التي عرفتها المملكة المغربية، خاصة الميناء المتوسطي. هذا الميناء الذي يعتبر أكبر ميناء على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط، وكذلك على عامة على القارة الإفريقية هذا الميناء الذي سيعطي دفعة للمغرب، خاصة في المجال الاقتصادي، وإن شاء الله هذا الميناء سيخدم المغرب خاصة وباقي الدول المجاورة عامة إن شاء الله. كذلك أشاد ببعض الأوراق الأخرى كالقطار السريع البراق، يعتبر كأول قطار على مستوى شمال إفريقيا وإفريقيا. هذا القطار الذي سيعطي كذلك دفعة أخرى في التنمية الاقتصادية على المستوى النقل والمسافرين، خاصة بين طنجة والدار البيضاء إن شاء الله. كذلك أشاد ببعض المشاريع الأخرى التي أعطت للمغرب تفوقه على المستوى التنمية بالعالم. هناك كذلك بعد أشهد محمد السادس الملك محمد السادس نصره الله بالكفاءات المغربية، ودعا إلى إدماجها في الوظيفة العمومية وفي الإدارة المغربية، لأن المغرب يتوفر على عدة كفاءات. وأشهد كذلك المغرب خاصة بأن الكفاءات المغربية لها دور كبير في التنمية وفي الإشعاع الاقتصادي إن شاء الله على المستوى الاقتصادي خاصة. كذلك هذا الخطاب مميز، وهو بحكم المغرب أن الملك محمد السادس أشاد بالإنجازات التي حققها المنتخب الجزائري، ولأن هذا لأن انتصار الجزائر وفوزه بكأس إفريقيا هو فوز المغاربة، لأن المغرب والجزائر هما نعتبرهم دولة واحدة ونعتبرهم إخوة وجوار، ولأن محمد السادس الملك محمد السادس أعطى قبل هذا الخطاب الخطابات السابقة دائما يناشد الجزائريين والحكومة الجزائرية بفتح الحدود المغربية، لأن المغرب هو السباق بفتح هذه الحدود، وأن الملك محمد السادس دائما يعني بحكم تواجدنا بإفريقيا ودخولنا إلى القارة الإفريقية دائما أراد أن يدمج الجزائر، خاصة بالإدماج لأن الجزائر تعتبر المغرب، هذه منذ قرون والمغرب يعتبر الجزائر، ونتمنى إن شاء الله أن تفتح الحدود في وجه الجزائريين والمغاربة، وأن الملك محمد السادس نصره الله دائما يراقب جميع يعني الدول والشعوب الأخرى، ويعتبر أن المغرب يعني نموذج على المستوى العالمي. وبهذه المناسبة نحن كجمعية نهضة ذات التنمية والتضامن نبارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالذكرى الغالية، ذكرى 20 سنة لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلاف الميامين، وإلى الأسرة العلوية وإلى الشعب المغربي وكذلك إلى المغاربة مغاربة العالم كذلك نبارك لهم بهذه الذكرى الغالية، وشكرا.